مبطلات الصيام. مسألة أخرى، مسائل أحكام في هذه الليلة. أول مبطل من مبطلات الصيام وأخطرها الجماع. الجماع، أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان سواء أنزل شهوته أو لم ينزل باتفاق، هذا أكبر مفطر وإثمه عظيم، ويجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة المغلظة. إيه القضاء؟ أن يقضي اليوم هذا، أن يصوم يوما آخر مكانه. كفارة المغلظة عتق رقبة. طب ما فيش رقاب الآن، ما فيش عبيد، يبقى الأمر الثاني يصوم شهرين متتابعين. يا خبر أبيض، تبدو ما قدرش على يوم في رمضان في نهار الفريضة، ها ما قدرش على يوم في نهار الفريضة، طب حيصوم شهرين متتابعين. موضوع مسه، عشان ما تستهنش بحدود الله وترجع تلعب بحدود الله وتلف على المشايخ. طب ما قدرش يصوم، يطعم 60 مسكينا. فيه دليل؟ أي ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. يا الله، شايف حتى استشعاره لجرم ما ارتكب، هلكت. وفي رواية في الصحيح: يا رسول الله احترقت. قال: مالك؟ فقال له الرجل: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يعني جامع امرأته في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، أنا رجل فقير لا أملك. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا، وأنا قدرت على يوم في رمضان يا رسول الله. حاضر. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا، ولا أي حاجة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام، جلس. فبينما هو كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. عرق يعني مكتل، حاجة زي المقطف كده بتاعنا بتاع زمان أو الغلق. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل، بعرق يعني بمكتل فيه تمر. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذه فتصدق به. قال له: على أفقر مني وأفقر من أهل بيتي؟ أنا أولى الناس بالصدقة دي، على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ والله لا أجد بين لابتيها، يعني يقصد المدينة النبوية، والله لا أجد بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. الله الله، سبحان الله. في صحابي آخر في رواية تانية عند أصحاب السنن بسند صحيح، الرجل ده جامع امرأته في نهار رمضان، وصبح الصبح حس بالمصيبة وحس بالمشكلة، فرح لأهله قال: يعني اذهبوا معي إلى رسول الله وقص. قالوا: لا لا، اذهب أنت، والله لا نأتي معك حتى لا تنزل آية من كتاب الله تبارك وتعالى فتبقى علينا أبد الظهر، يعني يبقى عارنا أبد الظهر بسببك، اذهب أنت، تلوعت في المصيبة، روح أنت خلص نفسك بقى. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله حدث كذا. فالنبي قال له: أنت بذاك؟ أنت اللي عملت العملة السودة دي؟ أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. وأقم علي حكم الله يا رسول الله، أنا مستعد لأي شيء. فقال: طيب اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، وهم قومه، قوم هذا الرجل، فقل له: رسول الله يأمرك أن تدفع إلي الصدقة، فخذها وتصدق بها وكل منها أنت وأهلك. فذهب الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. الله، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. لقد أمرني أن تدفعوا لي صدقتكم، فدفعوها له، فتصدق بها وأكل هو وأهله. طب ما حكم الكفارة؟ هل تبقى الكفارة واجبة عليه أم تسقط الكفارة؟ للعلماء في ذلك أقوال، والراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن الكفارة دين عليه في ذمته، يجب عليه أن يؤديها مع الاستطاعة. سؤال آخر: هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ والراجح أنها على الترتيب وليست على التخيير. الراجح أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يقطع الشهرين أبدا لغير عذر شرعي كيوم عيد أو كمرض أو كسفر، وله أن يتم بقية الأيام. فإن لم يستطع أن يصوم فعليه أن يطعم 60 مسكينة.